الغسل الكامل أن ينوي الغسل، يبدأ بالنية ويغسل فرجه. نحن نتكلم الآن عن غسل الجنابة، يغسل فرجه مما أصابه، ثم بعد أن يغسل فرجه مما أصابه ينظف يده جيدا، لأنه يغسل فرجه بيده اليسرى، ثم يسمي، والتسمية للوضوء وليست للغسل، ويتوضأ وهو بالخيار، إن شاء توضأ وضوءا كاملا، وإن شاء أخر غسل رجليه، ثم يحث الماء على رأسه ثلاثا بهذه الصفة، يأخذ كفا فيحثه على الجانب الأيمن، ويروي بأصابعه في الشعر، ثم يأخذ كفا فيحثه على جانبه الأيسر ويروي كذلك بأصابعه، ثم يأخذ كفا فيضعه على وسط رأسه ويروي كذلك الشعر، فإذا رأى أنه قد رواه فإنه يفيض الماء على رأسه إفاضة ثلاثا، ثم يفيض الماء على سائر جسده بادئا باليمين، وهذا إما أن يكون على سائر الجسد فيبدأ باليمين كله ثم ينتقل إلى الشمال كله، وإما أن يكون باعتبار أجزاء الجسد، فمثلا يغسل